أداء أصيل ومتميز لهذه المجموعة، والعيطان الملالي دائما فيها الكثير من الجمال وكثير من الروعة. سعيد، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك لالا. العيطة والأغنية الشعبية في وقت من الأوقات يعني أصبحت نصوصها أو شعرية كتضمن كلمات ساقطة، ولكن الآن ولينا كنلاحظوا أن النصوص ولات كتضمن يعني رسائل اجتماعية وكاينين كلمات نظيفة. شنو رأيك أنت كممارس في الميدان؟ اختي، الاغنيه الشعبيه مادام كان فيها كلام ساقط هذاك الشيء ما عرفناش حنايا بعد الصراحه. الكلام الساقط كان يمكن كيتقال حيت كانت العيطه في الاستعمار، كانت يعني بدعوى ان الجمهور هو اللي كيطلب هذا الشيء. انا نقول لك الناس اللي كانوا كيقدموا هذا الفن، هذوك الناس كانوا في وقت الاستعمار، هذوك خوانه كانوا كيكونوا كيتجمعوا في دار وكيجيبوا دوك الناس اللي ديال هذه الحرفه ديالنا الاغنيه الشعبيه، هذوك فنانه كبار كبار مساكن كيقولوا الكلام كيخرج تلقائي بالميزان وبالقافيه. كان كيخرج بالميزان وبالقافيه تلقائي بحال حنا دابا. انا ملي كندخل للعرس كيقول لي بنادم انا سميتي عمر، كنقول ليه عمر الزين مرضي الوالدين، ما كتبتهاش وصوبتها عاد قلتها ليه. اما ملي وصلنا حنا لهذا الوقت ما بقاش ذاك الوقت اللي كانت قديمه. دابا حنا عندنا اخلاق كبيره، ومادام غنغني اغنيه شعبيه ما نقولش فيها كلام ساقط، لان امي واختي كيتصنتوا ليها، ام تخويا وصاحبي وولد دربنا كيتصنتوا ليها، والجمهور اللي كيتصنت ليها وماشي هو اللي اختار، والجمهور اهم حاجه. ما يمكنش امو واختو يتصنتوا. مادام الوالده ديال اي واحد كتبغي سعيد صنهاجي وكتبغي فنانه كثار كاينين من غير سعيد صنهاجي كيسمعوا المهمه الحنينه فيا، كتصنت لي كتصنت امنا وامهم. الوغ ما يمكنش الشعبي مدخل الديور الا وما فيش الكلام الساقط. اكيد. سعيد، جديدك الفني قبل ما ننتقلوا الان ونستمتعوا رفقتك بوسط غنائيه اللي تكون جميله جدا. الجديد ديالي غادي نغني منه اغنيه دابا ديال الوقت بكلمه والحان سعيد صنهاجي، ضمير كيحاسبك، ونتمنى تروق الجمهور، ويا ربي نبقاو غاديين في هذا النطاق وما ننساوش العيطه، لان منها وصلنا لهذا الشيء ان شاء الله. الحمد لله بلا كلام ساقط. كنتمنى ان هذه الرساله تكون وصلت لكل شخص. فغادي نبقاو مع سعيد صنهاجي في هذه الوصله الغنائيه ونواصل مشاهدينا، بقاو معنا.
واخا نكون عدوك سيري الله يسامحك وانت حجار كيشدوك سيري الله يسامحك وانت حجار كيشدوك قلت له بغيتي عليا كيف الحياة وما كنتش حاسس بيك وما ظنيتكش خداعة وحالي ما يبكيك وما يبكيك وما يبكيك يا ويلي يا ويلي واخا نكون عدوك سيري الله يسامحك شارك يشدوك ضميرك يحاسبك واخا نكون عدوك سيري الله يسامحك انتي حشارك يشدوك هذا ظهري هذا ظهري يا ربي هذا ظهري ما درتو بيدي شحال دوز معاك وتخمم فيك شاك سكون واليوم فرقيني عباك وحشارك
شكرا للصهاجي، اداء متميز. وكنتمناو مشاهدينا ان تكون موادنا رقصكم في هذه الليله. استاذ نجمي، غادي نتكلموا الان على قوه نص الشعري في العيطه الزعريه. اش ممكن يتقال او قلنا اهم